سيد رئيس مجلس عمان، قبل ما نطرح السؤال، انا السؤال هذا عندي 6 أشهر من اللي طرحته، وحبذا نتكلم من منصه، لانه كاين تعبير لغوي وكاين تعبير جسدي. الان في مجلس الشعب لما يطرحوا 32 سؤال، احنا رانا نطرحوا 12 سؤال فقط. سيد رئيس مجلس الامه، وانا عارفك باللي انت منصف لاعضاء مجلس الامه، حبذا لو كانت خلينا نتكلموا من منصه احسن. حبذا سيد الوزير، سيد رئيس مجلس الامه، نعبر للوزير مليح، شوفوا وشوفني، ما نهضرش في ظهره. دوكا سيد رئيس مجلس الامه ما نهضرش في ظهره، خليني نقابله الوزاره. شوف كيف تسال، راك تسال الوزير والاخوان، وحنا كنا نسمعوا السؤال نتاعك، راح الناس كل راح تستفيد من السؤال نتاعك. يا سيدي المجاهد، انت طول حياتك فوق المنابر، خلينا نطلعوا فوق المنبر.